أستاذ نزار، رأيك أنت في رسالة من تحت الماء كصاحب القصيدة، استمعت إليها كأغنية، فماذا كان إحساسك؟ أنا أعتقد أن رسالة من تحت الماء كانت انقلابا حقيقيا على منطق الأغنية العربية، كانت اختراقا فعليا لجدار الصوت. وبهذه القصيدة الأغنية استطعنا عبد الحليم وأنا والموجي الحقيقة له فضل كبير بدون شك، استطعنا أن نغير تغييرا جذريا الاتجاه الذي كان سائدا في الأغنية العربية. فنحن منذ 50 سنة تقريبا لا نزال ندور في دائرة رتيبة معادة من الكلمات والحروف والأبجدية التي كانت تعتمد الرومانسية الذليلة والضعيفة كالبكاء والنحيب وإلى غير ما هنالك. فأنا نظريتي الشعرية يعني، وأقول الشعرية لأنني لا أفصل الغناء عن الشعر، يعني كل عملية كتابة هي ثورة وكل عملية غناء هي ثورة. فالثورة التي شاركنا فيها عبد الحليم والموجي وأنا كانت ثورة فعلية، بدليل أن القصيدة استطاعت أن تخترق الجدار الجماهيري منذ الليلة الأولى. وأذكر أن أستاذا في جامعة الإسكندرية جاءني بعد أسبوع إلى مكتبي هنا وقال لي إن هذه القصيدة تعتبر مفترق طريق بالنسبة للأغنية العربية وللكلام العربي، لأنه أنا سمعت أطفال في الإسكندرية عمرهم يتراوح بين 7 سنوات وال10 سنوات كانوا يرددون في اليوم التالي كلمات القصيدة. وحين أقول قصيدة، يعني القصيدة اللي حتى تخترق الحواجز لابد أن تكون قادرة على الإيصال، لأنه في قصائد كثيرة في الحقيقة الناس بيخافوا منها، هذا رعب حقيقي نشعره أمام اللغة الفصيحة. فهذه القصيدة أولا قصيدة معاصرة، يعني تشعر فيها أنه العاشق يغرق، والغرق يمكن يستعمل الغرق في العشق طبيعي، يستعمل لأول مرة كتعبير عن حالة العشق. وبهذه أولا يعني قضية المعاصرة، وثانيا قضية الكلمات السهلة البسيطة، لأنه أشعر أنا أنه لا يزال هناك حاجز كبير بين اللغة المحكية واللغة التي نقرأها في الكتب. فما لم نجد صيغة المصالحة بين اللغة العربية وبين الكلام العامي، فبعتقد سنكون في حالة ازدواجية مستمرة. لو نسأل الأستاذ عبد الحليم كيف استقبل هالنقطة التحول يعني في الغناء كقصيدة عربية في رسالة من تحت الماء، شو رأيك فيها كعمل فني بالنسبة إليك انطلاقا مما أشار له الأستاذ نزار؟ والله أنا موافق تماما على رأي الأستاذ نزار، وبعتقد أنه القصيدة يعني أنا ما اخترتهاش اعتباطا، وإلا يعني أنا راجل من اللي بيدققوا كتير في الكلمات الأغاني. لما سمعتها في البرنامج وكان الأستاذ نزار بيلقيها عجبتني جدا، وحسيت أنه هذه القصيدة لو اتلحنت كويس واتأدت كويس كما يحس الشاعر وكما يعني قد يحسها الملحن حقيقة، أنه فعلا هتكون نقطة تحول في مفهوم الجماهير للأغنية. فمن هذا المنطلق أنا أخذت القصيدة، ومن بعد شوية اتصلت بالأستاذ نزار وترجيته في بعض الإضافات وبعض التغييرات في القصيدة، لأنه أنت زي ما أنت عارف أو الأستاذ نزار عارف أنه القصيدة لما بتكتب علشان تنشر في ديوان
غير لما بتكتب علشان تغني. صحيح. يعني هو تعديلات معينة. يعني هو الأستاذ نزار قبل كده عمل لي قصيدة ما كان ليش الحظ إن أنا أغنيها، عملها عشان أغنيها، فما كانش فيها لفظ ممكن يتغير لأنه هو من أول الطريق عارف إنه بيعمل قصيدة غنائية. أيوة. لكن قصيدة دي رسالة من تحت الماء كان عاملها للديوان، ولما نشر الديوان كانت منشورة كما هي. فطبعا هو أضاف الإضافات، يعني زي يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، دي مش موجودة في الديوان وما كانتش موجودة ساعة ما قالها، لكن هو أضافها في البتاع ده. فبعد كده لما تغنت القصيدة ما فيش شك أنه أنا كفنان، أستاذ نزار كفنان، أستاذ موي كان كفنان، كنا بنعمل العمل وإحنا حاطين إيدنا على قلبنا، لأنه أولا الفكرة جديدة واللحن تفكيره جديد والكلام جديد، وأنا تخيلت طريقة الأداء إزاي هتكون، ولازم تكون جديدة يعني بالمساواة مع الكلمة ومع اللحن. ففكرت إزاي أديها، يعني ما أديتهاش كده اعتباطا، لا كنت بقعد كل ليلة بيني وبين نفسي أقول لا دي تتقال كده ودي تتقال كده، يعني بذلت جهد الالتقاء مع العمل والخطير، وإلا أنا الوحيد اللي هتحمل المسؤولية وهقف قدام الناس وأضيع، ممكن أضيع كل مجهودهم في لحظة. فكان علي من الأمانة أن أنا أحمل هذه الرسالة، وفرحت جدا لما فعلا وجدت الأطفال والكبار والصغيرين والشباب والشابات أغنوا القصيدة، يعني اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، أن لا أشتاق، يعني شوف. أيوة. دي صعب إنه أيوة صحيح. لا على فكرة أستاذ عبد الحليم، أذكر إن الموجي كان هنا في بيروت، بعدين بضرب لي تليفون بيقول لي أنا بعرضك، قلت له إيه؟ قال لي دي إني أغرق 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 السكون على القاف. قال لي كيف أنا عادر، يعني ممكن تشيل لي العملية دي ونستبدلها؟ قلت له شوف، كلمة أغرق هي مفتاح القصيدة. أيوة. كلها أول مرة يعني بدون غرق تنتهي العملية كلها. فعمل عمل جهدك. فالحقيقة قلت له للأستاذ عبد الحليم هالاحتجاج الموجي أو الشكوى الموجية. أيوة. فقال لي لا سيبه علي. والحقيقة أنا بعتقد أنه الأستاذ عبد الحليم والأستاذ الموجي هم اللي تعاونوا في سبيل تلحين هالثلاث كلمات الصعبة. إذا ممكن كتلخيص نعتبر اللقاء الأول بين نزار قباني وعبد الحليم حافظ كان لقاء ناجح في كل معنى الكلمة، الحمد لله. ونقل الأغنية العربية كما أشرنا. لا هو إحنا كان عندنا من الأمانة أنه الواحد يعمل الغنوة كما يجب أن تعمل، وبعدين الباقي ده على 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 الجماهير وعلى ربنا. ما أنا ما أقدرش، ما كنتش أقدر أعمل أكتر من اللي أنا عملته، ولا الأستاذ نزار يقدر يعمل أكتر من اللي هو عمله، ولا الأستاذ لا، ولكن الشهد وصل في النهاية لي، ولا الفرقة الموسيقية كان ممكن. العملية عملية الإيمان بالتجاوز، يعني الأستاذ عبد الحليم بعرفه من زمان زي ما قال، هو دائما يدقق بالكلمات، يعني هو لا يريد أن يغني أشياء عادية أبدا. وأنا كشاعر لا أؤمن بالعادي، يعني أنا عندي الشعر هو دائما انتظار ما لا ينتظر، مش انتظار ما ينتظر. دائما أنا يعني أطلب الدهشة، خارق، يعني إذا خارق لم ندهش المستمع بالشعر فليس هناك شعر، والمغني إذا لم يدهش المستمع بالأغنية فليس هناك أغنية. فيعني الحقيقة هذه القصيدة الأغنية استطاعت أن تخرج من المألوف إلى اللامألوف. عظيم. إذن على أساس هالنجاح في اللقاء الأول بعتقد أنه في موعد آخر بين أستاذ نزار وأستاذ عبد الحليم في أغنية. تعرف أن الموعد الآخر ده كان الكلام بتاعه عندي قبل الموعد الأول. صحيح. صحيح. يعني أستاذ نزار أول ما عمل قصيدة قارئة الفنجان قبل ما ينشرها في الديوان بعتها لي في خطاب وقال لي أنا شايف إن دي عمل فني من ناحية الشعر جديد، ولو اتعملت غنوة هتبقى فكرتها جديدة. فأنا لم أرى يعني أو ما شفتش إنه حد عنده الجرأة ولا البجاحة إنه ياخد قصيدة زي دي ويغنيها. فأنا بالعكس أنا عجبتني القصيدة وعجبتني فكرة القصيدة أنها جديدة فعلا، يعني كلنا بنشوف الناس اللي بيبصروا، كل واحد بيشرب فنجان قهوة يشوف البصارة، لكن الكلام اللي متقال
اللي بتقوله البصارة واللي بتقوله اللي هي بتقرأ الفنجان في القصيدة كلام حلو. طبعا يعني مش عايز أقول لك أنه الأستاذ نزار لما لقاني وافقت عمل تغييرات على أساس أنها تتغنى بقى، ما نشرهاش في الديوان لكن التغييرات موجودة، وإحنا يعني لو سمحتنا ما نقولهاش عشان تبقى مفاجأة بالنسبة لنا. طيب قبل الدخول للتفاصيل، لو بيسمع أستاذ نزار أولا يسمعنا أو يذكر المشاهدين بقارئة الفنجان ككلام أصيل صدر عنه في البداية كما هي منشورة في الديوان. منشورة نعم. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين محبوب. فنجانك دنيا مرعبة وطريقك أسفار وحروب، ستحب كثيرا وكثيرا وتموت كثيرا وكثيرا، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود. بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل وحيدا كالأصداف، وتظل حزينا كالصفصاف. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوع، وتحب ملايين المرات وترجع كالملك المخلوع. أستاذ عبد الحليم حب أنه يعيشنا شوي في جو المفاجأة وما حب يحكي عن التغييرات، بس ما بناخد فكرة هل التغييرات أساسية تشمل مقاطع معينة أو كلمات معينة؟ هي إضافات يعني حذف بعض الأبيات من هنا، والأستاذ نزار أضاف غيرها، إضافات مش تغييرات، يعني ما فيش تغيير. يعني الحقيقة هو دائما القصيدة المكتوبة بيكتبها الشاعر مشان تقرأ، أما حين يقرر الشاعر أنه هذه القصيدة ستقرأ بالأذن فعليه أن يعدل الحقيقة، لأنه ظروف الغناء، ظروف المغني، ظروف الملحن، في بعض أحيان يعني حرفين بيكونوا عائق، بيكونوا عائق أو كلمة. فبعتقد أنه إذا صفت النية يعني بين الملحن والشاعر والمغني نستطيع نصل دائما إلى معادلة الكمال. عظيم. لو نسأل أستاذ عبد الحليم المراحل اللي قطعتها القصيدة في التلحين، يعني ممكن تحدثنا شوي عن الخط العام. لحطين يعني تقريبا أساس الغنوة، يعني كل غنوة لما بتيجي تاخدها تلحنها بتحط لها الأساس الأول يعني، وبعد كده بيتفرع من هذا الأساس زي أساس البيت، تفرع منه أي أدوار أنت عايزها وأي شكل أنت عايزه للبناء. الأساس وضع ومفهوم ومرسوم في اللحن 100%، لسه التفاصيل الأخرى اللي هي البسيطة، وبعدين لسه بقى الرتوش، ولسه
يعني لأنه إحنا لغاية آخر لحظة، لغاية قبل الغنى على المسرح يمكن نعدل، يمكن يمكن على المسرح ممكن نعدل. لا مش ممكن بقى، صعب. يعني الحاجات دي خلصنا منها، والأستاذ محمد الموجي اللي هو لحن رسالة من تحت الماء هو اللي بيلحن قارئة الفنجان، ودلوقتي ما زال هو بيشتغل في التفاصيل اللي هي برضو يعني يجوز تخلي الحاجة جميلة أو غير جميلة. طبعا تفاصيل يعني في قصيدة أو في عمل فني من النوع مهم مثل الأساس. أنا أعتقد أن الموجي بعد ما تزوق الانتصار في رسالة من تحت الماء، أنا هذا حسيته، لأن الموجي لم يسبق له أن لحن تقريبا شعر كثير، يمكن قصيدة أو قصتين، وكان يخاف على ما أعرف أنا، كان يخاف من تلحين الشعر. وبعد ما تجاوز الصعوبات، فبعد ما تجاوز الامتحان العسير في رسالة من تحت الماء والقافات المسكونة، فأعتقد أنه هو حاطط كل جهده على قارئ الفنجان. وانا تعرف استاذ نزار كمان من الاسباب اللي مخلياني اخلي الموجي ياخد راحته، ان انا ما احبش انه واحد يحط كل مجهوده بعنف في حاجه قد يجعله انه يفقد اشياء وهو عنيف. صحيح. وهو مستريح. صحيح. يعني بيجي يسمعني واسمع وكله، لكن انا عايزه يكون مرتاح ويراجعها مرة وهو مرتاح، وهو يعني زي سايب دي بيتأملها، يعني يحط القصيدة قدامه واللحن ويتأمله علشان ما يبقاش عصبي في التلحين بس. فده يمكن في عند الأستاذ عبد الحليم ناحيتين يمكن كويسين أو مش كويسين ما أعرف، وهو الصبر الطويل. يعني هو الصبر يعني بالفن عملية هامة جدا. يعني الأستاذ عبد الحليم بينسى أوقات قصيدة، وأنا هذا أوقات بزعل منهم. يعني بياخذ قصيدة وبتروح وبيسافر المغرب وبيسافر لندن وبيروح أمريكا وبيرجع، لكن هو القصيدة ما بتكون يعني ماتت في أعماقه، هو بيشتغل فيها من جوا. يعني لذلك عم يحاول يدرب الموجي على أساس الصبر. يعني كمان نشوف قديش الصبر رح يطول المرة امتى الوقت المحل تقريبا. لا القصيدة خلاص، هو العبرة في وضع الأساس زي ما بقول، بعدين التفاصيل بتتاخد براحة ونقعد سوا مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين وثلاثين. ممكن تحديد فترة معينة لولادة فإن شاء الله في ابتداء الموسم الغنائي اللي جاي قريب، يعني إن شاء الله بإذن الله. طيب الحقيقة اللقاء الناجح الأول بين أستاذ نزار أستاذ عبد الحليم، واللقاء الثاني اللي بنتمنى له النجاح اللي معنا تفاصيله بعد لحد هلا من الناحية الموسيقية، بيطرح قضية مستقبل الأغنية في العالم العربي. الواقع أنه حتى نكون صريحين، في أزمة في الأغنية العربية من حيث الكلام بشكل عام. يعني فرأيك أستاذ نزار أو اقتراحاتك للمضي في الأغنية العربية؟ والله أنا قل دائما أنه كل عمل شعري أو فني يجب أن يشجع، يعني طوال ما الشاعر أو المغني يعني لا يملكان الجرأة على اقتحام المنطق العام، المنطق العام للناس، يقول أنه هي هالأغنية أو أي شيء القصيدة ربما ما تكون مقبولة من قبل الناس، فالثائر يجب أن لا يسأل. أنا في نظري، وأنا حاولت الحقيقة في كل ما كتبته أن أكون ثائر على هل إطار العام اللي عايشين فيه، نحن وجدنا دائما في ظروف وفي تفكير وفي عقلية وفي منطق يفترض فينا أن نتجمع. يعني البارع أو الشجاع هو اللي يحاول كسر هالدائرة الموجود فيها. يعني في عنا تقاليد وعادات ولغة يجب أن نتجاوزها. هلا مثلا خلينا نحكي عن مصر، استسلمت خلال 30 سنة للشعر الرامي، شعر الأستاذ أحمد رامي، وظلت محفوظ يعني تتحرك ضمن نطاق هذا الشعر، وهذا كان غلط. يعني الأستاذ عبد الحليم بعتقد كان من جملة الفنانين هل حاولوا يهربوا من هذا القيد، يعني وقت التجأ إلى بعض الشعراء الشباب لأنه كان يلمس منهم الشجاعة على التغيير. وحتى بالأغنية الحافظية اللي خليني أسميها بالنسبة لعبد الحليم،
أضاف كلمات، جاب كلمات للغة المصرية ما كانت موجودة حقيقة. لذلك ليس هناك شعر ولا أغنية في ظلال الجبن. يجب أن تكون شجاع وأن تفرض على الناس. يعني احنا كنا خايفين من رسالة من تحت الماء اني اتنفسها بالذات. قلت له يا استاذ عبد الحليم ايه رأيك باتنفس تحت الماء؟ هل ممكن ان تفهم؟ قال لي حقها ولازم يفهموها، والحقيقة مشينا فيها والناس فهموها. فالانسان يعني الفنان مش منتظر، يعني مش منتظر انه هو يبقى دائما منتظر انه يعجب الناس في الوهلة الاولى. بجوز انه يصدم لهم ازواقهم في لكن هذا هو التقليد. انا عايز اضيف لكلامك حاجة. احنا بنظلم الناس، احنا بنظلم الناس لما بنقول انها لا تتقبلش الجديد وما بتتقبلش الجرأة. العكس هو صحيح. طب ما هي رسالة من تحت الماء جريئة وجديدة وكل شيء، ومع ذلك من أول ثانية الناس تجاوبت معها. طب ليه بنظلم الناس ونقول لا؟ الناس مستعدة. العمل الفني المتكامل بيفرض نفسه، هو اللي بيفرض نفسه. والمهم أنه نكون بعصرنا، يعني عصرنا يعني. اليوم يعني لا يحتمل أن نقول الكلام اللي كتب للسيد درويش مثلا، أو كتب لكامل الخلاعي، أو كتب لكل المغنين اللي، أو عبد الحمولي أو صالح عبد الحي. لا يمكن اليوم عبد الحليم، وفي فرق بينه وبين صالح عبد الحي 50 سنة، لا يمكن أن يغني نفس الكلام. يعني هذا ما يجب أن نفهمه، وهو أنه لكل عصر لغته، ولكل مغني أن يفتح طريقه بنفسه. عندي سؤال لأستاذ عبد الحليم. انطلاقا من جواب أستاذ نزار، نحن قلنا أنه الأغنية العربية شكت لفترة طويلة من الدائرة اللي قيدتها، يعني التحرك ضمن خطوط معينة. أنت كفنان خرجت عن الطوق وتحاول، يعني عدي اجتزت مسافة بعيدة وانتقلت فعلا من فترة إلى فترة، ولكن بالنسبة للأغنية العربية بشكل عام لابد من اقتراح فني بالنسبة لك. يعني ماذا تقترح على الفنانين لحتى يكون في حركة تجديدية شاملة؟ يعني يكون كل واحد عنده الشجاعة انه وما يفقدش الثقة في الجمهور. يقول لك مش هتعجب الجمهور، لا ده كلام غلط، لانه الجمهور هتعجبه الحاجة الكويسة، وسواء كانت باللغة العربية الفصحى او باللغة العامية هتعجبه. يعني في ناس ما بيلحنوش قصايد خالص، لا لشيء الا لانه يقول لك الناس مش هتفهم القصيده. ازاي الناس مش هتفهم القصيده؟ هي لغه الناس ايه؟ صيني؟ ما هي لغه عربيه، لغه عربيه، حتى العاميه فيها الفاظ عربيه فصحى. الزن بالمختصر العمل الجيد يفرض نفسه مهما كان فيه. والجريء، والجريء، ما فيش خوف، يكون ما فيش خوف من انه يعني طب اعمل ايه لو ما نجحتش الغنوه دي؟ تعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة. إذا عمل جيد 100% كلام جيد كلام جديد هينجح. يعني الأغنية يجب أن تكون شبيهة لعصرها. مثلا أضرب مثال على ذلك، أستاذ عبد الوهاب أستاذنا جميعا الحقيقة، أعطيته مرة قصيدة كان فيها ماذا أقول له، كان فيها على المقاعد بعض من سجائره، وفي الزوايا بقايا من بقاياه، هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأنا. فبيجوا ناس بيقولوا له يا أستاذ عبد الوهاب إزاي بتغني أنت كلام عن السجائر وعن الجرائد؟ ضحك عبد الوهاب وقال لهم، قال لهم أنا لحنت القصيدة لأنه فيها سجائر وجرائد. قال لهم هذا يدل أنه الحب في هذه القصيدة معاصر. في حبيبين اليوم بيجتمعوا، ما في بيناتهم يعني منفضة سجاير، في حبيبين ما بيقروا جريدة الصباح قبل ما يتلاقوا. يعني فالعملية، يعني شوف عبد الوهاب مثلا فنان رائد، يعني هو يتحسس بالكلمة ويريد أن يخرج زي ما قلنا. ولذلك هو طول هذا الوقت هو عبد الوهاب مستمر. طيب نحن في نهاية اللقاء، شكرا لأستاذ نزار قباني والأستاذ عبد الحليم حافظ، وبانتظار اللقاء الثاني نتمنى له فعلا كل نجاح كما نجح اللقاء الأول إن شاء الله. شكرا.